محري بالخير يا مزن النشا، محري بالخير يا حلو عقب الوسم. إنها أمطار الخير والرحمة تزور الإمارات في شهر شعبان، وكأنها تهيئنا لاستقبال شهر رمضان المبارك، شهر الخير والرحمة. أخدود شعبان هو الاسم الذي أطلقه رجال العواصف على حالة الطقس التي شهدتها بعض إمارات ومناطق الدولة خلال اليومين الماضيين. وكعادتهم قام الرجال برصد هذه الحالة الجوية والتي امتازت بهطول البرد الشديد بكثافة في منظر نادر الحدوث. كل زهر فاح عطره واغتشم، بالرياض وبالنفود وبالهضاب. كل زهر انفاح ما نسيتك يا هوا. وتركزت الحالة الجوية المسماة بأخدود شعبان على المنطقة الشرقية في الفجيرة ومسافي ووادي العجيلي وحتى ووادي القور ومزيريع ومدينة العين وخورفكان، وتساقطت حبات البرد بكثافة على مختلف المناطق، وسالت على إثرها الشعاب الجبلية وجرت السيول وانتعشت الأجواء، وأدى هطول الأمطار إلى تجمع المياه في الطرق والدوارات وبين الأحياء والمناطق المنخفضة.